إذن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الطلبة، سنقوم بحل هذا التمرين للمتواجد في بيام شهادة التعليم الأساسي ل 2013 الذي يتحدث عن الجذور. قال ليكون العدد A حيث A يساوينا جذر 3 في جذر 3 ناقص 1 زائد جذر 27 زائد 1. السؤال الأول هو بين أن A يساوي لنا 4 زائد 2 جذر 3. سؤال بسيط، سنقوم بنشر هذه العبارة كي نجد هذه. إذا لدينا A يساوي لنا جذر 3 في جذر 3 ناقص 1 زائد جذر 27 زائد 1. كما تعلمون أن جذر 3 في جذر 3 يعطي لكم 3، أي جذر في نفسه يعطي لكم العدد فقط. وكما تعلمون كذلك 27 تحت الجذر هي ماذا؟ هي 3 في 3 في 3. هذه 2 يخرج أحدهما خارج الجذر ويبقى ماذا تعطي لكم؟ تعطي لكم 3 في جذر ماذا؟ جذر 3. سأعوض كل أحد بقيمته، ننتبه. تصبح تساوي لنا، قل جذر 3 في جذر 3 ها هي النتيجة، تعطي لكم كم؟ تعطي لكم 3. ثم أنشر هكذا تعطي لكم ناقص جذر 3 زائد ها هي جذر 27 كم تساوي؟ لاحظوا تعطي لكم 3 جذر 3 زائد 1. إلا أن لو تلاحظون جيدا أن يمكن جمع هذا مع هذا وهذا مع هذا، يعني تعطي لكم كم؟ لاحظوا جيدا تعطينا لكم ناقص 1 زائد 3 هكذا، لأن استخرجت العامل المشترك هنا وهنا، استخرجت الجذر 3 عامل مشترك، زائد 3 مع 1 تعطي لكم زائد 4. 3 ناقص 1 هي 2، لاحظوا إذا A يساوي هذه تعطي لكم 2 في جذر 3 زائد 4 وهي نفسها هذه العبارة، أن الجمع عملية تبديلية، ومنه لاحظوا ومنه A يساوي 4 زائد 2 في جذر 3 وهو الشيء الذي طلب منا فقط. يعني عندكم خاصيتين التي هي هذه، كل جذر في نفسه يعطي لكم العدد، وجذر 27 هو 3 في 3 هذه وهذه يخرجان بثلاثة واحدة، والباقي هذا لا يمكن له الخروج من الجذر يبقى هكذا. نأتي إلى السؤال الثاني، إذا ننتبه. قال ليكن، لاحظوا قال ليكن العدد الحقيقي ب هذا يساوي لنا، بين أن A في B هو عدد طبيعي. إذا البرهان أن A في B يعطينا ماذا؟ عدد طبيعي. الآن أوصيكم يعني اعملوا بهذه النتيجة التي وجدتموها، لا تعملون بهذه النتيجة الأولى لأنها هي طويلة جدا، اعملوا بهذه النتيجة التي توصلتم إليها. ماذا نقول؟ لدينا B ها هي قيمته، ها هي B، إذا تعطينا ماذا؟ إذا A في B يساوي، قلت بالنسبة لـ A لا تعملوا بالنتيجة بالمعطيات الأولى، بالنتيجة التي توصلتم إليها هنا، هنا يعني تعطي لكم 4 زائد 2 جذر 3 في ماذا؟ في بي، ها هي قيمة البي التي هي 4 ناقص 2 جذر 3. هنا فيه طريقتان، فيه طريقة النشر أو طريقة أنه جداء شهير، جداء شهير رقم 3. فيه من يستطيع أن يحفظ هذا القانون، والذين لم يحفظوا القانون يستعملوا إلا طريقة النشر فقط تخرج النتيجة مباشرة. ننتبه، تساوي هكذا، ننتبه فقط، تابعوا معي، سأنشر هذا في هذا.
إذن تعطيكم 4 في 4 كم؟ 16. ثم ماذا؟ ثم هذا في هذا كم؟ تعطي لكم ناقص 8 جذر 3. ثم ماذا؟ ثم هذا في هذا، لاحظوا هنا عندكم الزائد، يعني زائد 8، لأن 2 في 4 هي 8 جذر 3. وعندنا كذلك هذا في هذا، بينهم لاحظوا هنا زائد وهنا ناقص، الناقص في الزائد يعطي لكم ناقص 4، 2 في 2 يعطينا لنا 4، وجذر 3، لاحظوا جذر 3 في جذر 3، لاحظوا ها هي جذر 3 في جذر 3، ها هي معطياتها، كم تعطي لكم؟ تعطي لكم 3، تعطي لكم 3. نكمل الحساب تساوينا، لاحظوا جيدا، لو نلاحظ إلى هذا العدد وهذا العدد هم متعاكسا هكذا، تعطينا لنا 16، وعندكم هذا في هذا كم؟ ناقص 12، يصبح A في B كم يساوي؟ لو تقومون بالآلة الحاسبة أو تقومون بأذهانكم ستعطيكم النتيجة كم؟ تعطينا النتيجة 4. وهل 4 هو عدد طبيعي؟ نعم هو عدد طبيعي، لأن لا يحتوي على كسر ولا يحتوي على الناقص ولا يحتوي على الجذر، هو عدد تام، يعني عدد طبيعي مثل 0 1 2 3. ومنه A في B عدد ماذا؟ طبيعي فقط بكل بساطة. وأتمنى أن يعجبكم الشرح، وزوروا موقعنا الموجود أسفل الفيديو للتواصل معنا على صفحة الفيسبوك، وشكراً.